بلاد تضيق بالمآزق وتنوء بالضغوط، يطارد الغلاء أماني الشفاء، ويتحول الدواء من بوابة للأمل إلى مدخل للمعاناة. ذوو الأمراض المزمنة في لبنان بين حلول مؤقتة ومعاناة دائمة، هم ضحايا عجز مزمن تضخمت فاتورته حتى باتت بحجم وطن. كيف وصل القطاع الدوائي إلى هنا؟ وما مدى جدية الخطط المطروحة؟ أي دور للصناعة المحلية؟ ولماذا الاستسلام للاحتكار؟ المشهدية خاص مع الدكتور عاصم عراجي والدكتور محمود جباعي والدكتور وجدي أبي صالح. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي رئيس لجنة الصحة في البرلمان اللبناني الدكتور عاصم عراجي، وأيضا الخبير الاقتصادي دكتور محمود جباعي، وأيضا كل التحية لرئيس قسم الأمراض الصدرية في مركز كليمونسو الطبي الدكتور وجدي أبي صالح. أهلا بكم جميعا وبكم مشاهدينا. لكن قبل الحوار نبدأ مباشرة، كيف يروي أصحاب الأمراض المزمنة معاناتهم بعد تقليص الدعم الذي يعني أن كثيرين منهم لن يكون بمتناولهم شراء أدوية أساسية ترافقهم بقية أعمارهم؟ العالم جاعت، إذا ربطت الخبز صار حقها 9000، كل شيء غلي، الأدوية غليت، سعر الألماس مش سعر الذهب، ما قادرين نشتري دواء، أنا معي مرض سكري، ما معي حق دوائي إلا شي شهرين ونص بلا دواء. في الله بنتي. لا في نجيبه ما في نبقى بلا. اللي كان ب 10000 صار ب 100. سكري عندي، ترقع عظم عندي، ضغط عندي، مش عم لاقي الدواء، وكان الدواء ب 10000 صار ب 200000. منين بدي اجيبه؟ لو في دولة تطلع بهالشعب كانت حالتنا غير هيك. هلا عم نجيب دواء للسكري وقطرات للوالدة ما عم لاقي لها، صرت برمي كذا صيدلية، وفي عندها الانسولين يعني ما فيها توقفه كمان، ما عم لاقي لها اياه، يعني هلا بعد بدي ابرم شوف فين بدي ممكن لاقي لها اياه، يعني حتى البديل ما عم نلاقيه. أنا بياخذ دواء سكري ودواء أعصاب ودواء ضغط، بس مش قادر اجيبه لانه هلا دواء السكري بكلفني شي مليون لاشتريه، مش قادر اجيبه، ودواء الاعصاب نفس الشيء. اليوم رحت لعند الدكتور قلت له بدك تغير الدواء لاني ما قادر اشتري، نجيبه دواء سوري. دكتور عاصم عراجي أهلا وسهلا بك معنا من جديد. يعني مما كنا نحصد عليه في لبنان قطاعنا الطبي وأيضا قطاع الدواء، بدأنا نفقد كوادرنا الطبية للأسف بسبب هذه الأوضاع، واليوم نفقد الدواء. لماذا حقيقة وصلنا إلى هنا؟ بالطبع يعني نحن بوضع دوائي مأزوم، مش بس بالوضع الدوائي، يعني وضع القطاع الصحي كله بيرمته، يعني من استشفاء لدواء لمستلزمات طبية، كل هذا بسبب انهيار الليرة اللبنانية مقابل سعر صرف الدولار. لبنان بال 2018 كان في تقرير دولي بيقول انه لبنان مرتبته كانت 32 بتقديم الخدمات الطبية، وكان ثالث عربيا، ونحن هلا وين صرنا؟ صرنا يعني باخر اللائحة. بالطبع اسباب سياسية، اسباب الانهيار الاقتصادي، والأوضاع الغير مستقرة بالبلد أدت إلى ما أدت إليه. اشرح لي السياسية تحديدا، كونك رئيس اللجنة أو لجنة الصحة النيابية لو سمحت، وأنت أكثر من يمكن أن يشرح لنا ماذا حصل تحت الطاولة، يعني كما السياسات المالية تبين الآن إلى أي مدى كانت هشة. اشرح لنا بالقطاع الطبي والاستشفائي والدواء، ما الذي كان يحصل تحديدا في البنى التحتية لهذا القطاع لا يعرفه المجتمع اللبناني وممكن أن تصارحنا به الآن؟ بالطبع نحن يعني ستنا نحن كنا نعتمد تقريبا على 90% من الدواء نستورده من الخارج، وعندنا نحن 11 مصنع بلبنان، عادة عم نستهلك تقريبا من الإنتاج الوطني لا يتعدى 7% وبيصدروا الباقي لبرا، يعني 90% عم نستورده من برا،
مستلزماته الطبية كمان 90% كمان عم نستوردها من برا. فلما وقعت الأزمة بدنا نستوردها على الدولار، والدولار أنت بتعرفي كل يوم سعر. هذا أدى إلى أنه مصرف لبنان صار يدعم بعد انهيار الليرة اللبنانية، دعم المحروقات والمواد الغذائية والدواء. وهذا الدعم حقيقة كان دعم فاشل، كان دعم يعني راح للتجار، راح للمهربين، راح للمافيات، ولم يعني يمكن وصل للبنانية أقل بكثير يمكن من 30%. وصلنا لمحل أنه بالدعم مصرف لبنان قال أنا ما عاد في أدعم، لأنه ما عاد عندي إلا الاحتياط الإلزامي. كلنا نعرف أنه صار الودائع تقريبا وصلوا، أو احتياطي صار للحد اللي هو 14 مليار مثل ما قال امبارح حاكم مصرف لبنان. نعم. هاني بلش وقفوا الدعم بدون أي خطة. يعني كيف نحن كنا بمجلس النواب طالبين أنه نبلش إصدار البطاقة التمويلية اللي هي صارت معروفة، أنه في عنا حوالي 500,000 مواطن كنا بدنا نعطيهم بطاقات تمويلية بحدود تقريبا 97 دولار، وكان في عنا قرض من البنك الدولي اللي هو الاستجابة الطارئة لدعم الشبكات الأمان الاجتماعي اللي هو 246 مليون دولار، كمان بحوالي 100 دولار ل 180 عائلة، 180 ألف عائلة. اللي صار أنه الدعم انرفع بدون إصدار البطاقة التمويلية أو البطاقة اللي طالعة من البنك الدولي. هذا أدى إلى يعني ارتفاع حاد بأسعار الأدوية المزمنة، لأنه نحن بنعرف أنه مصرف لبنان إجا قال له لوزير الصحة في عندك 35 مليون دولار فقط، ما فيك تستعمل أكثر من 35 مليون دولار، لأنه كان بالأول مصرف لبنان يدعم 120 مليون دولار شهريا، مع العلم أنه معظم هالأدوية كانت تتهرب أو تتخزن أو أنه تنباع بالسوق السوداء. فلما 35 مليون دولار إجا قال له لوزير الصحة نقي أولوياتك، نقى أولوياته اللي هي أمراض المستعصية، الأمراض المزمنة، أمراض الكلى، أدوية أمراض الكلى، ودل والمستلزمات الطبية، ودل في جزء بسيط حوالي 7 ملايين دولار فقط لدعم الأمراض المزمنة، وهذا المبلغ غير كافي. نعم. عشان هيك ما تركوا خيار يعني بشكل جنوني، بالرغم من أنه لا ما ترك له خيار، بالرغم أنه في دعم جزئي للأمراض المزمنة، بس الفرق الكبير بأنه سعر صرف الليرة كتير صار فرق 23,000 24,000. نعم. أدى إلى أنه أدوية السكري توصل ل 500,000 و600,000، والأنسولين ل 700,000، وأدوية الضغط ترتفع 8 نعم. أضعاف. طيب دكتور محمود، الكلام بدي ترجمه بالأرقام، وأهم ربما موضوع يعني الكذبة الكبيرة على الشعب اللبناني لما عم نحكي عن سرقة وتهريب وغيرها. من يقف وراءها ما بيصير تهريب وما بيصير سرقة لو ما كانت محمية، للأسف ضمن يعني سلة الكارتلات الدواء والاستشفاء كان. إذا أمكن أن تشرح لنا ليه وصلنا لهون بالأرقام. بداية لتفضل فيه الأستاذ عاصم دقيق جدا بموضوع الدعم. مصرف لبنان تحمل مسؤولية الدعم بعد أزمة 2019، يعني بعد 17 تشرين وبعد بداية انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار. هو بس تحمل دعم أم شارك بلعبة ورفع إيده بعدين؟ هو تحمل دعم ببداية، يعني تبي توصف للمشاهدين الصورة بشكل دقيق. الدولة اللبنانية لا تدعم من خزينتها، يعني ما حدا يتوهم بلبنان أنه الدولة عم تدعم الدواء أو البنزين أو البازوت أو المحروقات أو حتى الطحين. هذا الدعم عم. من أموال المودعين اللي موجودين بمصرف لبنان. كيف يعني؟ لهن حأشرح. اليوم مصرف لبنان بيتكون فيه احتياطات نقدية، وكذلك أرباحه لمصرف لبنان وفائض عن أرباح أموال المصارف والمودعين. هذه المبالغ كانت موجودة مع مصرف لبنان، كان يمتلك 31.1 مليار دولار ببداية أزمة 17 تشرين. هذا التصريح طبعا صرح فيه حاكم مصرف لبنان بناء على أرقامه. اليوم الدولة اللبنانية أصلاً قبل هذه الأزمة ما كان في شيء اسمه دعم للدواء، الدواء كان ينباع بالسعر الطبيعي. ليش؟ نحن عندنا 5 شركات محتكرة للدواء بلبنان، عندها 84 وكالة حصرية تشكل أكثر من 70% من حجم تجارة الدواء بالسوق.
يعني معناتها كان عندنا اقتصاد حر بالمطلق العام ولكن محتكر من قبل 5 شركات عندهم وكالات حصريه بالمجلس النيابي لهذه الشركات هي تستورد بس هذا الدواء. هذا الاحتكار عمره 40 او 50 سنه يعني مش وليد امبارح رح نحكي عنه بالتفصيل بالتأكيد. بس اشرح لي لما عم بتقلي انه موضوع الدعم انه ما عم يندعم من الدوله هون في يعني نحن عم نحكيها بشكل كمعلومه ولا عم تقلي في سرقه يعني هيدي شو يعني هيدي كانت هيدي من اموال المدعين؟ هيدي معلومه دقيقه جدا انتبه. أيه؟ اليوم الدوله ما دعمت، يعني الدوله كانت ترك السوق على طبيعته، كان المواطن اللي بينما كان دولار ب 1500 ليره، كان يشتري الدواء ب 20,000 يعني 13 دولار، 15,000 يعني 10 دولار، كان سعره طبيعي، يمكن اغلى من تركيا واغلى من سوريا واغلى من العراق واغلى من كل الدول يعني كان. دعم مش مدعوم، كان اغلى، كان الدواء اغلى على المواطن بالدولار قبل، ما كان مدعوم. لما صارت الازمه وبلش يتفلت سعر صرف الدولار، توجهت الدوله اللبنانيه لسياسه الدعم، اللي هي الدعم من اموال المودعين عبر مصرف لبنان. يعني مصرف لبنان هو كان يدفع الاعتمادات لاستيراد الدواء للشركات الخمسة اللي عندها 4.2 وكالة حصية مثل ما قلت لك، وكان يدعم كمان المازوت والبنزين وغيرها بنفس الطريقة، ولكن كان يستعمل للدعم أموال المودعين الموجودة عنده اللي هي مش أمواله أصلا الخاصة ولا أموال الدولة اللبنانية، هي أموال جزء من الشعب اللبناني أودع أموالهم لدى المصارف ومصرف لبنان. يعني بظل الأزمة النقدية الخطيرة اللي كانت موجودة كانوا فوق ما راحت أموال المودعين كانوا عم يستعملون إياها بقصة الدعم. فدعم هذا الدواء ومثل تفضل سعادة النائب اليوم مين اللي استفاد منه؟ راح لغيره، راح لغيرنا، خلي يستفيد منه التجار المحتكرين المهربين. وانا كنت دائما اطلع بمقابلاتي اكيد وكان دائما اقول بشكل واضح سياسه الدعم هي ممنهجه لتهريب ما تبقى من الاموال للخارج لبعض الجهات. ليش انت هذه الشركات اللي عم تاخذ هذا الدعم سواء بالدواء وغيره، ليش كانت عم تجيب كل البضاعه على لبنان؟ شو اللي بيضمن انه كانت عم تجيب البضاعه على لبنان؟ كان في شيء عم يتخزن بلبنان صح، بس كنا نشوف ادويه بالعراق وبسوريا وبغيرها كانوا يتهربوا بطريقه الدعم انه نحن عم نستوردهم من الخارج لحتى يستفيدوا من الاموال على دولار 1500 ليره ويهربوا اموالهم لبرا. هذا كان سبب، كان بالادويه بالمازوت بالبنزين وغيرها. فهذا شو بفسر لي؟ هذه سياسه الدعم الخاطئه من دون اي احصاءات حقيقيه لحاجه السوق الطبيعيه للدواء. هي مقصوده يعني طبعا بسرق. طبعا لانه لو بدي انشغل صح طب سلمنا جدلا انه ما في الا اموال المودعين. ليه ما انعمل وقتها منصه تربط وزاره الصحه بمصرف لبنان بالسوق؟ بهذه الشركات الخمسه وين عم بروح الدواء؟ لاي صيدليه وصلت؟ لاي موزع وصلت؟ وقديم بعت ولمين بعت؟ هذا الشيء ما صار. هذا ما في اي تسجيل، كان هذا الشيء يصير سبب هذا الهدر بالاموال. وحاعطي رقم اليوم مهم، مصرف لبنان عام 2020 يعني بدايه الازمه دعم كل السنه الادويه بمليار و173 مليون دولار. طيب شوف الاستغلال بالسنه اللي بعدها، اول 5 شهور من عام 2021 فقط كان دعم مليار و373 مليون دولار، يعني زياده 200 مليون دولار عن سنه كامله. هذا شو بدل؟ فتنا باللعب السياسي والبازار السياسي والاستفاده الاقتصاديه والاحتكار وغيرها لاستفادوا من قصه الدعم ليتهرب اموال للخارج او يتهرب ادويه للخارج لاستفيد منها هيدي الجهات وتتحول او لتخزين باماكن محدده لتنباع بعد رفع الدعم. اذا انا بحمل مسؤوليه مش بس لمصرف لبنان، مصرف لبنان اليوم انا ما فيني حمله كل المسؤوليه بكل شفافيه، هو عم بيطبق عم بيمول بالاموال، ولكن وين هيدي البوزارات؟ وين الوزارات المعنيه؟ وين الدوله اللبنانيه؟ وين الرقابه؟ كان يكون له رؤيه وخطط بالبدايه، كان في طبعا بتناسق مع الوزارات استلمها صحيح، بس هو دخل كان ايضا بهيدي اللعبه. اود الترجمه الفعليه بقطاع الاستشفاء والادويه والمرضى، ما الذي عانوه امام يعني هذا المشهد اللي توصف مع الدكتور عاصم والدكتور محمود جباعي؟ كيف كانت الفاتورة على المواطن اللبناني وأنت أكثر من كان على تواصل مباشر بكل فترة هذه الأزمة دكتور؟ مساء الخير. مساء النور. هو فعلا كلمة واحدة، معاناة اللي نحن عم نواجهه يوميا مع المرضى صار فعلا شيء محزن. صار اتصالات المرضى كلها لحتى نوصف لهم بديل عن شيء مش بقى موجود ومعودين عليه، وحتى البديل يعني الدواء الجينيريك بديل عن البراند ما بقى منلاقيه. ومزبوط متعبو دكتور عاصم عراجي، يعني كان لازم من زمان يكون في سياسات مسؤولة، ما في مسؤولين، في عنا عدم مسؤولية، سياسات مسؤولة لحتى يكون في عنا صناعة وطنية بديلة لك كتير من الأدوية، ونحن عنا كل القدرات المطلوبة، بس بدها سياسات من ناس مسؤولين حتى تتوجه ويصير في عنا صناعة تخفف من هالفاتورة الدوائية مش موجودة.
حتى الدواء الجينيريك اللي مصنع بلبنان اليوم لبعض أدوية الضغط مثلا الفالسرتان ما عم نلاقيه. المرضى عم بيوقفوا أدويتهم، ما عم تتصوروا شو يعني مريض عنده سكري ما بياخد دواء السكري تبعه بعد كم يوم شو بده يصير فيه، أما مريض ضغط ما عم بياخد دواء الضغط تبعه، فايت لعندي على العناية الفائقة مع ضغط مرتفع يمكن فالج أما يمكن نزيف بالدماغ، ما عم تتصوروا لوين رايحين. والمرضى عم بتوقف أدويتها، عم بيتصلوا فينا تقولولنا نحن ما عدنا قادرين نشتري الدواء، حتى البديل ما منه موجود. السياسات منه موجودة، ما في مسؤولية. كنتوا تتوقعوا مش بس على صعيد المصرف المركزي، كنتوا بتعرفوا بهيدا الشيء؟ كنتوا متوقعين يعني اللي صار تفاجأتوا فيه كدكاترة كونكم بتعرفوا المنظومة كيف؟ صراحة تفاجأتوا في شيء تم خذلانكم أيضا فيه كقطاع؟ أكيد تفاجأنا، يعني اللي نحن كنا عايشينه قبل الأزمة من مستوى طبي وعلمي للبنان كان مفخرة، ما كنا متصورين ولا بشكل، مثل ما كثير من اللبنانيين ما تصوروا انه النظام المصرفي. بس حضرتك كنت عم بتشوف كيف عم بيتم يعني خروج الدواء من لبنان لمرضى غير لبنانيين. اكيد شفناها، وقت بيجي لعندي مرضى انا من خارج لبنان، مريض شخصي بيجي لحتى ياخذ دواء كرمال مرض مستعصي مزمن، دواء غالي، ابقى اوصف له اياه ويسترخص يجيبه من تركيا، معلش لو سمينا. اي اكيد. هلا اليوم كان بيجي بيشتري من لبنان وبكميات لأنه صار أرخصه لبنان. هيدا مدعوم من مصرف لبنان، مثل ما عم بقوله الدكتور، من أموالنا نحن المودعين المحطوطين بمصرف لبنان. يعني صراحة شيء مؤسف اللي وصلنا له اليوم. عم بقول لك المرضى عم بتوقف أدويتها، وهيدي مش شغلة بتتاخد بشكل صح. وفي جزء بعد من الأدوية ما تم رفع الدعم عنه كمان، هيدا عم بيسبب مشكلة، واللي تم رفع الدعم عنه صار غالي كتير، ما بقى قادرين نشتريه، وحتى سوق السوداء بعد أغلى وأغلى وفيها الاحتقار. ابقوا معي ضيوفنا الكرام، بين 5 و9 أضعاف ارتفعت أسعار أدوية الأمراض المزمنة نتيجة تقليص الدعم، كيف باتت الأسعار الجديدة؟ نتابع. دكتور عاصم أعود إليك، يعني لكي لا نضع المسؤولية كلها فقط كما يرفض البعض على مصرف لبنان، سياسات كانت يعني بسيطة وأمام الجميع، برأيك لماذا لم يتم اللجوء إليها؟ كان في الكثير من الخيارات، الدكتور وجدي تحدث عن البطاقة الصحية مثلا، وين السياسات؟ هل كان مقصود انه ما يكون في سياسات ولا يبقى بالنهايه امامنا سوى خيارات محدده للذهاب اليها؟ اين كانت منصات الرقابه؟ اين كان يفترض السيستم الموحد بين وزاره الصحه، بين الصيدليات، بين المستشفيات، بين الاطباء؟ ليه كان بده يتاخذ الدواء على اي بلد كان؟ يعني مع احترامنا للجميع، ليه بده يطلع بهيدي السهوله؟ انا عم بحكي بتجربه شخصيه، في دواء التهابات بالخارج
ما بيعطوني اياه بلا وصفه طبيه. هون الكل في يشتريه بشكل طبيعي كرمال ما نذكر اسماء ادويه. ستنا هو لانه البلد عايش بفوضى. كيف بفوضى؟ يعني مفروض اي وصفه بده يروح يصرفها او اي دواء بده ياخذه المريض من الصيدليه المفروض ياخذ وصفه طبيه موحده. نحن طلعنا وصفه طبيه موحده بمجلس النواب مشان اي دواء بده ينصرف بلبنان مفروض ياخذ وصفه من الحكيم. كان في شيء اسمه تراكينج سيستم، يعني كانت مفروض وزاره الصحه تعمل شيء اسمه تراكينج سيستم، يعني انه الدواء اي ليه ما عملته على لبنان لغايه ما يوصل للمريض للمريض مفروض ينعرف لوين راح. يعني هذا تراكينج سيستم اللي عملوه تاخروا كثير فيه بوزاره الصحه. كنا عرفنا الدواء لمين عم ينراح ولوين عم يتهرب. الشغله الثانيه، في عندك بالبلد معروف مثل ما تفضل الدكتور محمود وقال انه هذا البلد كارتيلات، يعني عندك كم شركه بيستوردوا دواء عندهم وكالات بتناهز المئات. يعني معظم الدواء بيستورد على لبنان من خلالهم. يعني في عندك انت منظومه بالكارتيلات سواء بالدواء بالمحروقات بالمواد الغذائيه بالبلد، هيدي معروفه للكل. وفي بعضهم في وراهم جهات بالطبع جهات سياسيه. يعني نحن عملنا يعني المستحيل خلال هالازمه هيدي لنخفف العبء. نحن عم بحكي كلجنه صحه نيابيه حطينا خطط كثيره من سواء من كورونا للتصدي لجائحه كورونا او لتخفيف ارتفاع اسعار الدواء. وكنا دائما عم نقول انه مصرف لبنان بدل ما يدعم المواد الغذائيه يدعم كان 320 سلعه منها الكاجو ومنها يعني شغلات والبندق ما البندق ما بعرف شو. كنا عم نقول نحن بلجنه نحن لجنتنا لجنه الصحه ولجنه الشؤون الاجتماعيه انه يا اخي الدعم ما بيتم هيك. يعني كيف انا بدي افهم انه واحد عنده 6 سيارات تاهو او لكسس بياخذ بنزين ثمنه مثل واحد عنده تاكسي طول النهار لحتى يطلع قرشين مشان يعيش. نفس الشيء كيف مريض بياخذ دواء واحد زنجيل مثل مريض فقير مش قادر يشتري الدواء. فكانت طريقه الدعم هي هلا بالفتره الاخيره هي كانت كارثه كبيره طبعا وكانت مقصوده طبعاً. مثل ما قال الدكتور محمود ممكن تكون كانت مقصوده لانه شركات الدواء مثل ما تفضل وقال انه بال 2020 اخذوا مليار و173 مليون دولار دعم. بال 2021 لغايه شهر 5 صار بده مليار و400 مليون دولار. يعني كان ممكن وهيدي الحاكم قالها ما بعرف كان اذا قال بطريقه موارده انه كان هو عنده شك انه في ناس عم يهربوا اموالهم خارج البلد عن طريق الدعم اللي كان عم يصير بلبنان. ابقى معنا دكتور عاصم دكتور محمود ودكتور وجدي. ومشاهدينا الكرام نذهب الى فاصل ونعود. من جديد مشاهدينا أهلا بكم. كيف انعكس الواقع الجديد على الصيادلة وأي وسائل يملكها هؤلاء للتعامل معه؟ نشاهد ونعود. نحن فعليا بال 2020 تم استيراد دواء اكثر من 2019 وال 2021 كمان فيها كان استيراد الادويه اكثر من 2020. ففعليا السوق الدواء مفروض يكون كافي ووافي لكل العالم. والناس وقلت ثقتها بالدوله صارت مثلا كانت تعوز بالشهر علبه علبتين من الدواء صارت تعوز 10 و15 علبه تضبهم على جنب. وصل لمحل السوق ما بقى في دواء، المستورد ما قادر بقى يجيب دواء لانه المصرف المركزي مش عم يدعم الدواء وفي بادجت معينه كل شهر تصرف لهذا الموضوع.
في نوعين من زباين الامراض المزمنه، في نوع من الزباين اللي هو او المرضى خلينا نقول اللي هو بعده ظاهر من المستشفى او من عياده الطبيب، وهذا عم بيكون بمحل عم بيواجه عن جد صعوبه بالبحث عنه يمكن بعده اماكن لحتى يحصل على علاجه كامل. اما في النوع الثاني اللي هو المرضى اللي الى فتره بتاخذ ادويه حسب تعاطينا مع المرضى ببين انه دجا عندهم هن بالمنازل ستوك ممكن يكفيهم من 3 إلى 6 أشهر. كل دواء يستورد من برا في بعض الادويه الى جينيريك بلبنان او في ادويه ما الى جينيريك بلبنان، جينيريك اللي هو البديل. في استيراد خارجي بديل وفي تصنيع محلي بديل. اجمالا الشركات المحليه صارت عم تعطي بكميات لا بأس فيها ممكن تغطي السوق لفترة. ممكن تكون هيدي الفترة حل لنا أنه ندعم الصناعة الوطنية. نحن عنا مصانع بلبنان كذا مصنع وصناعتهم كتير منيحة، تما يصير في تهريب واحتكار وسوء تخزين نعمل شيء يصير في مثل مكننة يحمل المريض بطاقة صحية بشكل وين ما بيروح أي صيدلي ببين شو استهلك المريض الكمية اللي أخذها، هيك لا بيعود بيقدر يخزن وبذات الوقت بيقدر يحصل على كمية الدواء اللي بيحتاجها بكل شهر. نحن الواجهة وأكيد نحن ملامين إن كان على الغلاء أو إن كان على عدم تواجد الدواء أو غيره، نحن الواجهة بس نحن علينا نخفف معاناة ونشرح ونوضح الحل عند الدولة، الوزارة، الجهة المالية اللي كامشي هيدا الموضوع. إذن الصيادلة يعولون على الصناعة المحلية، فهل هي قادرة فعلا على سد العجز؟ نستمع إلى رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان كارول أبي كرامة. قطاع صناعة الدواء هو بيأمن أكثر من 700 دواء للأدوية المزمنة و500 دواء لما يسمى بالأكيوت، يعني الأدوية الأمراض الحادة، والأوتيسي الأمراض اللي ما بدها وصفة طبية. هذا القطاع لحتى يقدر يغطي حاجة السوق كاملة من الأدوية اللي بيصنعها هو بحاجة لحوالي 8 مليون دولار دعم بالشهر، علما أنه المصرف المركزي بيدعم فقط 85% من قيمة المواد الأولية المستوردة لصناعة الأدوية اللبنانية. ضرورة خلق التوازن بين الشركات العالمية اللي نحن متمسكين أن نضل بلبنان، لأنه هي بتجيب الأبحاث وهي بتجيب الأدوية المتطورة للبلد بحاجة لها، ويكون في توازن مع الصناعة اللبنانية اللي قادرة تغطي كل الأدوية اللي في منها جينيريك بالسوق اللبناني. ما في عنا سياسة دوائية ورؤية لسياسة دوائية واضحة بتعطي الصناعات الدوائية اللبنانية دورة مثل ما هو موجود بكل الدول المجاورة والدول العالمية. دكتور محمود أعود إليك، ما الذي كان بالاستطاعة فعله من الأساس؟ أولا حلو موضوع الصناعات المحلية والمصانع الأدوية المحلية، ولكن نحن تجدر الإشارة أنه إهمال صناعات الدواء بلبنان مثل كل القطاعات الإنتاجية الأخرى، يعني كان في سياسة ممنهجة اعتمدت بعد اتفاق الطائف في البلد لتقوية الكرتلات وإعطاء فرصة لأصحاب الوكالات الحصرية من الاستفادة من كمية استيراد ضخمة، يعني إهمال مقصود لهن طبعا لهن مدعومين من قوى سياسية. وبلبنان أصلا حتى موضوع الكرتلات وموضوع الاستيراد هو مقسم مذهبيا وسياسيا ومناطقيا، فلهيك أهملت الصناعات ومنها صناعة الدواء لإعطاء الفرصة للمستورد اللي عم يربح أرقام خيالية هو شركائه السياسيين بالبلد المدعوم منهم، أهملت الصناعات ضد مصلحة المواطن اللبناني. واليوم لما احتجنا لصناعاتنا المحلية بظل أزمتنا الصحية الخطيرة هيدي والغلاء ما لقيناها، لأنه هيدي القوى السياسية أخذتنا عن قصد بشكل ممنهج ومدروس أنه نحن ما يكون عندنا إنتاج محلي لنعتمد فقط على مصادر محددة. ماذا تعني الوكالة الحصرية؟ تعني مستورد واحد ومصدر واحد، نحن مستورد من مكان واحد للبلد لعنا، يعني واحد بصدر لنا بجهة واحدة لاستفادة مشتركة وأرباح، وخدع أرباح مالية على مدة 30 سنة
عشرات او مئات يمكن مليارات الدولارات بموضوع الدعم ككل بالبلد او موضوع الاستيراد ككل من البلد استفادت منه هذه الجهات. هذا شو بدل؟ بدل نحن اليوم المشكلة عندنا بالتخطيط الأساسي وبالسياسات الاقتصادية المبنية على تقوية الاقتصاد المنتج. مش مشكلة هي مقصود. هذا طبعا بالتأكيد هن هود الجماعة بنوها لحتى يخدوك على اقتصاد ريعي فقط قابل للاستيراد من الخارج والاستدانة وغيرها. وصلنا لأزمتنا. كان بيقدر ينعمل بموضوع الدواء. أنا كنت ضد البطاقة التمويلية باللام من الأساس لأنها بطاقة فاشلة بكل المعايير الاقتصادية. ما في دولة بالعالم تعطي بطاقة تمويلية بتعطي دولار للمواطن. هي بتعطي بطاقة تموينية بالنون. يعني أنا هذا الدعم أنا صرفت 11 مليار دولار على الدعم. كان عندي اقتراح من حوالي سنة ونصف قدمته لجهات معنية بدل البطاقة التمويلية تعمل بطاقة تموينية. يعني الموظف والمواطن اللبناني اللي هو من طبقة الوسطى اللي كان ريب وقتها حسب الدولار حسبناها 3 مليون ليرة ونزول بنعطيه يشتري بالشهر بطاقة دعم بنزين بطاقة تموينية أو دواء حتى أو بعض السلع الأساسية. لكننا أثرنا على كتلة النقدية بالليرة بالسوق ولكننا روحنا الدعم بشكل خاطئ وهربنا لبرا. ليش رفض؟ رفض لأنه مصالح الكارتيل مش هون ومصالح المستورد مش هون. دائما بيقول لك أنه أي شيء تعطيه للمواطن بالإيد يعني بشكل مباشر عبر المنصة حقيقية تعمل حسبة منطقية للبضاعة اللي توزع توزع على المواطنين بالعدل والتساوي والمحتاجين رفضوها وضحكوا علينا وطلعوا بطاقة تمويلية لأنا متأكد أنه هي ما حتنكر. ومع احترامي لهم هن إذا عطوك إياها حتوك إياها قبل الانتخابات بشهر أو شهرين يرجعوا يوقفوها لتقوم بطاقة انتخابية. فبالتالي الحلول كانت موجودة من البطاقة التموينية والدعم. كنا بدل ما نصرف 11 مليار بسنتين كنا صرفناهم 6 سنين بالحد الأدنى لكننا واجهنا الأزمة. والأمر الآخر أو كنا أخذنا مبلغ منهم حتى ودعمنا الصناعات المحلية والإنتاج المحلي. للأسف هذا الأمر الممنهج وصلنا لهون. ودائما هذا عم يدفع ثمنه بالنهاية دكتور المواطن اللبناني وشفنا شهاداتهم بأول الحلقة. المواطن شارك بمكان ما باعتبار بحب كل ما هو من الخارج حتى لو غير معروف مصدره. هل شارك بمكان ما؟ عندنا قدرات للصناعات المحلية اليوم فعلا يعتمد عليها لنفهم ليه عم بيتم طمسة طالما عندنا القدرات ليعرف أيضا ويكون عنده ثقة المواطن اللبناني بهيدي الأدوية أم أيضا حتى قطاع الأدوية المحلية داخل بهيدي الكرتلات كونه كله مقسم كما قال دكتور محمود سياسيا وطائفيا ومذهبيا. ما حقيقة هذه الأدوية؟ وإذا أمكن أن تحدثنا عن البدائل اللي اليوم يتم طرحها. يعني صراحة الموضوع هو سياسي وأنا مقتنع أنه سياسياً ومذهبياً وكارتلات هذا كله أنا مع الحكي اللي نحكى. بس بدي صوب شوي الحديث نسبة لاستيراد الدواء تصنيعه محلياً. بدي جرب لكم أنه الدواء خاصة اللبناني إنسان تواق لصحة جيدة جداً. اللبناني بيبيع بيته أوقات لحتى يحكم قريب لإله. اللبناني بيطلب يكون عنده أفضل صحة وطب ممكن يحصل عليه لحتى يحصل على هالنوعية العالية. كثير أوقات بدنا نتجه لناس عندهم الإمكانية لحتى يبتكروا الأدوية الجديدة يصنعوها ويجيبوها على لبنان. بقى ما بدي يكون في تصويب كلي على أنه نحن الاستيراد هو الخطأ. لا أكيد نحن بعد ما عنا الأبحاث يلي بتسمح لنا نكتشف هالأدوية الجديدة يلي اللبناني بده إياها لصحته. لكن نحن بحاجة لاستيراد دواء الأصيل البراند. بس كان في خفف الأزمة لو مش مهمل. المشكلة أنه ما كان في سياسة عند هالمسؤولين لحتى يكون في ترشيد لاستعمال الدواء أو تنويع لحتى الواحد يقدر يكون فعلا عم بيقدر يجيب البديل يلي هو صار متوفر بمصانع حديثة متطورة بلبنان ويطورها يقويها يعطيها الدعم اللازم لحتى تقدر تخفف من الفاتورة الصحية خاصة بالدولار على اللبناني وعلى المصرف وعلى اللبناني بالأخير يلي هو عم يحط مصرياته بالمصرف. مثل ما كنت عم تقول من شوي الدكتورة كارول الكلفة لحتى نغطي الأدوية المزمنة بلبنان هي 8 ملايين دولار شهريا. هيدي بدنا كلفة عالية كان في تندعم بشكل جدي ونوفر على حالنا فاتورة بالدولار
يلي عم تندفع لبرا، خاصة يلي عم تتهرب لبرا، إيه؟ يلي بيجي المريض من برا مثل ما قلنا من شوي بيشتري دواء من لبنان، أما يلي المهربين يلي بيهربوا بكميات كبيرة أدوية ومواد غذائية بنشوفها مدعومة برات لبنان. بس هو لو في سياسات من الأساس صح بالزبط. حتى موضوع التهريب ما كان أثر، لأنه موضوع بالزبط. التهريب موجود بكل دول العالم. يمكن السياسات أنا برأيي حتى موجودة، ما نقصنا ناس يعملوا سياسات أكيد. نقصنا مسؤولين ياخذوا مسؤوليتهم بشكل جدي ويحطوا تركيزهم بالمحل المضبوط. دكتور عاصم، في أدوية لم يتم رفع الدعم عنها رغم أنه عم يرجع المواطن يشتريها بأسعار السوق السوداء، يعني ممكن رفع الدعم عنها أقله، يمكن الغني قادر أنه يشتريها، خففنا معاناة قد يكون الغني، يبقى موضوع صحيح. الفقير، ماذا يمكن اليوم بعد هذه الأزمة أمام خطر أنه يخسروا ربما مناصبهم، إذا كان في ربما شوية وعي لدى الشعب بأنه ممكن صحته تهزه اليوم، ما الذي ممكن أن نقوم به لتخفيف هذه المعاناة؟ لأنه معيب، جد معيب. أولا بالنسبة للصناعة الوطنية، أنا بتهيألي الصناعة الوطنية لازم يكون لها دور أساسي بالأدوية بلبنان، وحقيقة للأسف أنه خلال الفترة الماضية الصناعات الوطنية الدوائية ما اندعمت بشكل كتير كافي، يعني كانت عم تنعطى هلأ بخلال الفترة هيدي 3 ملايين أو مليونين ونص دولار بس لدعم الرو ماتيريال اللي عم تيجي من برا. في إمكانية بس عفوا يعني في إمكانية للدعم وما عم تدعم؟ الدعم كان في حطوا الامكانيه محل ثاني. هلا كان بالاول في اكثر، هلا بلشوا هلا طبعا يعني كان في امكانيه كبيره انه يدعموا الصناعه الوطنيه، لانه نحن بالنهايه ازمه مثل الازمه هيدي المفروض تكون تعلمنا انه المفروض يكون عندنا صناعه دوائيه كبيره مهمه. انا بعطيك مثل، الاردن بيصنع كل سنه، يعني الاردن 11 مليون شخص، الاردن فاتورته الدوائيه لا تتعدى 800 مليون دولار، نحن 4 ملايين او 5 ملايين، فاتورتنا الدوائيه مليار ونص اذا ما كانت اكثر، يعني في كان في يعني نوع من الانفلاش بالقطاع الدوائي وحتى بالقطاع الصحي ككل من الات تصوير ومستشفيات. طيب. دكتور هيدي الموضوع الصناعه المحليه، هيدي نقطه اذا ايه الصناعة المحلية بنعرف انه في قدرات فيها كان للاهتمام فيها، ولكن في بشكل مقصود اهمالها. انا بدي حلول اللي عم يطرحوها اليوم بدل الاهتمام بالصناعة الوطنية او المحلية، اليوم يذهبون مثلا انه يفتحوا مراكز مستوصف، بتروح لعندهم بتدفع يمكن محروقات مع غلاءة اتحق الدواء واكثر، هيدي حلول؟ هيدي انا كنت بدي احكي بالموضوع هذا. نحن عندنا 242 مركز رعايه صحيه اوليه، هول 242 مركز عم بتوزع فيهم ادويه امراض مزمنه، اكثريتهم امراض مزمنه وشوي امراض الصحه العامه، بس الامراض المستعصيه والامراض السرطانيه هيدي مش عم بتتوزع بالمراكز الرعايه للاسف. انا يعني من 242 وانا حكيت عده مرات بالقصه هيدي انه مش مراقبه، مفروض تتراقب مشان توصل للانسان اللي مفروض توصل له. يعني نحن عم بيجينا هبات من الاتحاد الاوروبي، ومعظم هالادويه هيدي عم تيجي من الاتحاد الاوروبي وعم تيجي من اليونيسف، ويعني مفروض اللبناني انه يصير يتوجه بالفتره القادمه على مراكز الرعاية الصحية، لأنه حسب ما عرفنا من دولة الرئيس مئاتي ودولة ومعالي وزير الصحة أنه جايين هبات كثيرة على مراكز الرعاية الصحية. أنا عم بحكي عن الأمراض المزمنة فقط، وفي بعض الأمراض الصحة العامة هيدي كمان، يعني فينا كمان هلا بالوقت الحشر هلا والوقت الضيق هلا انه نعملها. هلا بالنسبه للامراض المستعصيه والامراض السرطانيه مثل ما تفضلتي وقلتي انه بالرغم من انه الدعم بعده موجود عليها، انه في بعضها عم ينباع بالسوق السوداء، هذا للاسف يعني في ناس بتعرفي بكل دول العالم في ناس بيستغلوا الظروف الصعبه لبلدهم وبيصير يتاجروا حتى بصحة الناس. للأسف أن القطاع الصحي في بعض الأحيان عم يستعمل
صحة الإنسان للتجارة. يعني ما منلوم السوق السوداء إذا عارفين سياساتهم أنه حتوصل لهون وعم بيكفوا فيها. يعد الاحتكار إحدى أبرز السمات التي تطبع القطاع الدوائي في لبنان. كيف يبدو مشهد هذا القطاع بالأرقام؟ نشاهد ونعود. على هامش الأزمات المركبة نشأت في لبنان مجموعة مبادرات أهلية للتخفيف من أثار المصاعب المعيشية والحد من تبعاتها. وفي هذا الإطار نشطت هذه المبادرات في توفير ما أمكن من الأدوية لسد العجز. ومعنا من جنوب لبنان السيد عفيف شومان صاحب مبادرة وتعاون. وسيد عفيف أهلا وسهلا بك معنا، يعني إذا أمكن أن تخبرنا عن هذه المبادرات اللي فعلا كل التحية لكم عليها، تفضل. خير لك ولضيوفك، يعطيكم الف عافيه. مهم جدا انه نضوي على هيدي الازمه واللي هي ام الازمات. فعلا اليوم ازمه الدواء او ازمه رفع الدعم عن الدواء طالت الفقير فقط، يعني الفقير الوحيد اللي عم بيستهدفوا هذا الامر. اليوم في ناس نحن من خلال الكشوفات اللي بنقوم فيها بالمناطق اللبنانيه بشكل عام، بكل المناطق اللبنانيه من خلال الكشوفات اللي بنقوم فيها او الامور اللي ممكن تصادفنا او نشوفها، انه في قسم كبير من الناس خلال الاربع او الخمس ايام الاخيره تبين معنا انه عدد كبير من الناس اضطروا انهم يوقفوا الدواء كرمال سعره، وهن مع العلم انه هن مضمونين، انما الضمان الاجتماعي بعده بضب اشتراكاته على ال 1005، وبالتالي عم بيرجع للمريض من ثمن الدواء اللي فاتورته مليونين ليره او 3 مليون ليره، الدواء بيرجعوا له 100,000 الضمان، يعني بطل المواطن عم بيستفيد ولا من اي جهه ضامنه، عم يضطر يلجا للجمعيات وللمبادرات وللحملات اللي هي عم تساعده بتامين هذا الدواء، ان كان من الخارج او ان كان تامين ثمنه. هلا بالفتره السابقه كان في انقطاع بالدواء وكان في احتكار للدواء، انما سبحان الله بس تم رفع الدعم عنه كل الادويه صارت موفره بالسوق، الا بعض الادويه اللي بعدها مدعومه بنسبه 60% او 50% ما عم نلاقيها بعد، ناطرين لحتى يرفعوا الدعم عنا بشكل كامل لينزلوها. في مجموعه اشخاص هن محتكرين السوق، محتكرين الادويه ومتحكمين برقاب اللبنانيين للاسف. انا بقول لك شغله، انه نحن ال 30,000 عائله عم يستفيدوا مننا كل شهر بالدواء، 30,000 عائله اليوم نحن بعد رفع الدعم ما فينا نامن اكثر من 2000 او 3000 عائله الدواء لهم. في كارثة حقيقية، في كارثة حقيقية المفروض الالتفات لها، المفروض تفعيلها المعامل اللي عندنا بلبنان 13 معمل ليه ما بتم. أخبرني عن المبادرة لو سمحت أكثر. عن الدواء بشكل خاص بدك تعرفي؟ المبادرة شو بتعملوا فيها يعني بموضوع الدواء؟ كيف عم تخففوا المعاناة؟ نحن بنقوم بالكشف على بيوت الفقراء أو على الأحياء الفقيرة. من خلال هذا الكشف بيتبين معنا عدد كبير من العائلات اللي هن محتاجين للمساعده، وهن ناس متعففين ما بيطلبوا المساعده من حدا. بتم تامين الدواء لهم ان كان من خلال المغتربين اللي بيبعثوا على الصيدليات على لبنان تغطيه لفواتير الدواء، او ان كان من خلال بعض الاشخاص كمان اللي بيجوا من الخارج بيجيبوا لنا معهم شنط ادويه وبتم توزيعها الى هول الناس. طيب واخبرنا قد ايه خففت يعني الحالات اللي كانت عم بتمر عندكم، قد ايه نسبتها عاليه اذا بدي احكي بين اطفال وامراض مزمنه ومستعصيه وغيرها؟ الامراض المستعصيه في عندنا 800 عائله نحن بالشهر او 800 مريض لازم نامن لهم دواء، كنا نجيبهم من الكارنتينا انما اليوم بطلوا متوفرين بمراكز الرعايه، صار المطلوب انه يجيبهم من الخارج المواطن، وبالتالي نحن ما عم نقدر نجيبهم من برا بسبب غلائهم، يعني 3000 و 4000 دولار ببلش الدواء منهم، فالمواطن عم بيقعد بدونه لهذا الدواء.
بيرجع عندنا الامراض المزمنه، واللي كمان اللي كان حقه 60,000 و70,000 الدواء اليوم عم بينوجد بالصيدليه ب 700 و800,000، وعدم قدره عدم القدره الشرائيه عند المواطن انه يجيب هذا الدواء اللي معاشه مليون ليره، حتى العسكريين حتى الموظفين ما عم بيقدروا ياخذوا ادويتهم، عم يلجأوا للمراكز تعاوننا، لا وتعاونوا بشكل خاص كمان لا حتى يحصلوا على هذا الدواء. شكرا لك استاذ عفيف شومان صاحب مبادره وتعاونوا دكتور وجدي ابي صالح. يعني نحن عم نحكي عن علبتين دواء بيطلع معاش الشخص، شو اللي حاب تزيدوا بهيدا الملف؟ مؤسف جدا نشوف مرضى لنا عندهم امراض مزمنه عم بوقفوا ادويتها لانه ما قادرين يدفعوا حقها. الحلول معروف شو هي، ناقص مين ياخذ مسؤوليته. عم تعملوا مبادرات انتم كاطباء؟ نحن كاطباء المبادرات عندنا نحن منها كثيره لسوء الحظ لانه ما عندنا القدره على الدعم، في مبادرات شخصيه، نحن كلنا عم نجرب شخصيا ادويه تتوزع ونساعد المرضى بهالطريقه هيدي، بس هيدا مش كافي ابدا، يعني على صعيد المستوصفات في كثير اطباء عم بيقدموا وقتهم، بس انه اذا ما في دواء خاصه الدواء اللي بيجي على المستوصف صار في خساره ارواح تعتبر بالعدد الكبير من وراء هيدي الازمه؟ انا برايي حنشوفها قريبا. دكتور محمود جباعي ايضا انهي معك باقل من دقيقه لو سمحت. طبعا المبادرات الفرديه هي جيده ولكنها غير كافيه. الافضل اليوم الدوله اللبنانيه ان تحدد اولوياتها، انا برايي اولى الاولويات هي صحه المواطن. دخل لخزينه الدوله من شهر تقريبا مليار و135 مليون دولار، هي الاس دي ار حقوق الصحه الخاصه بلبنان، بيسوى نقيم منه 100 او 150 مليون دولار اليوم لنحمي صحه المواطن الضروريه مع رقابه حقيقيه على كيفيه توزيع الادويه على الفئات المحتاجه. يعني هذا امر جدا ضروري. بس سؤال، عدم رفع الدعم عن بعض الامور رغم انه عم نشتريها من السوق السوداء، هي مقصود؟ انا 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 بتصور اليوم هو مثل ما قال سعاده النائب خلى له 35 مليون دولار لمعالي وزير الصحه، عم بحاول انه ولكن اول على اخر بعد شهر او شهرين حيرفع الدعم بشكل نهائي، انه ما عاد في امكانيه، لهيك لازم نلجا لحلول جذريه اللي قلته هلا. اثنين، على الدوله اللبنانيه ان تقوم هي باستيراد الدواء من منظمة الصحة العالمية لتخفيف من كلفة الاستيراد، لأنه وجود الكرتيل عم ياخذ نسبة عالية من ثمن هذا الدواء. وفي أشياء كثير لازم فعليا تعملها الدولة غير أنه تدعم الكاجو، بس واضح أنه ما بدها تعملها. خلينا أنهي معك دكتور عاصم عراجي، برأيك هيدا الملف ملف الدواء سيستغل أيضا بموضوع الانتخابات؟ في مبادرات عم تطرح جدية أم لا؟ كله سيكون حتى موعد الانتخابات ورقة ضغط؟ وبأقل من دقيقة لو سمحت. وكان عفوا بس في نقطة على اللي كنت عم تقلي عم يوصل، الدكتور وجدي كان عم بيقلي ما عم نشوف شيء منهم. هلا بالنسبة للمراكز الرعاية، يمكن دكتور وجدي قصد مراكز الرعاية الصحية، وأنا حكيت مع معالي الوزير إنه مشان يصير في مراقبة جدية بمراكز الرعاية، لأنه مثل ما قلنا الصناعة الوطنية زائد تفعيل مراكز الرعاية بهالأوقات الصعبة هيدي شغلة كثير ضرورية. بعدين ستنا نحن بلجنة الصحة النيابية عملنا شيء اسمه قانون الدواء، قانون الدواء هو بنظم الدواء السياسة الدوائية بلبنان، هو هلا صار بالهيئة العامة، اشتغلنا عليه سنتين ثلاثة، إن شاء الله يوافقوا بالهيئة العامة علي ما تدخلش الكارتيلات وتوقف هالقانون هذا. للأسف يعني يتوقع كالعادة كما كل ملفات ستدخل الكارتيلات، لكن أمتى يفترض أن نرى النتائج الإيجابية على الأرض؟ وكيف رح يوصل هذا الملف بموضوع الانتخابات بشكل سريع؟ يعني انا اللي عم بقوله انه يعني بالطبع كل شيء عندنا بيشتغل بالانتخابات، بكره بالانتخابات بتلاقي بتزيد المستوصفات السياسيه، كل شيء عندنا بيشتغل بالانتخابات، حتى بصحه الناس تشتغل بالانتخابات. نحن بدي اقول لك شغله، نحن رحنا لعند دوله الرئيس مئاتي كلجنه صحه نيابيه وطلبنا انه خلال 3 أشهر يعطوا 10 ملايين دولار لحتى نسكر العجز تبع الامراض المزمنه، وبعد من هال 3 أشهر يمكن يتغير الجو، بالوقت هذا بيكون جابوا هبات من برا لمراكز الرعاية الصحية مثل ما قال، وبيكون الصناعة الوطنية زادت إنتاجها لحتى الله يفرج علينا. الله يلطف بعباده على كل حال والشفاء للجميع. كل الشكر لك دكتور عاصم عراجي رئيس لجنة الصحة النيابية، دكتور محمود جباعي الخبير الاقتصادي، ودكتور وجدي أبي صالح رئيس قسم الأمراض الصدرية في مركز كليمونسو الطبي. ويبقى دائما الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.